نورين، سلوى اولا اسمك حلو جدا، وانت اكيد متسميه على حد من العيله صح؟ انا متاكده. قصه طويله قوي سلوى. لا في، طب قولي لي، اصل انا بحب الاسامي الغريبه لان انا اسمي غريب. اصلا انا الحقيقه ان هم بيقولوا لي يا نهى. طب تصدقي ان انا في البيت بيقولوا لي يا نهى. على سبيل التمويه بقول لك على حاجه، والله بيقولوا لي يا نهى في البيت برضه. انت كمان؟ بجد؟ نهواندو في البيت نهى. اه والله يعني كانت بس نهواندو ونهى قريبين. سلوى ونهى. ازي يا جماعه القعده دي بتتكلم؟ قال لي قولوا لي يا فتحي. انا ممكن كده اصلا عايز اسميه نوع، بابايا كان عايز يسميني سلمى. يعني انت اول ما جيتي عملتي مشكله. حاجه ثالثه يقول له سلمى كتبها سلوى، حاجه ثالثه خالص. طيب ماشي، بعد الاسم بدايه زي العسل. ماشي طب كملي يا نهى. كملي يا نهى. فعلا مش سلمى خالص. انا برضو بدات اللعبه، كنت بدأتها في 2009 عن طريق خالتي، كانت بتلعب برضو، كانت بطلة مصر. أرقام كانت باسمها. أول مرة أسمعها الدخلة دي. يعني ابتديت الرياضة عن طريق خالتي دي، ما عديتش عليها كده. ما أخبيش عليك، أنتوا مش أغراب. عمري ما ودني دخلت جملة أنا بدأت الرياضة من خلال خالتي. حلو. هي اللي كانت بتمارس هي الرياضة دي، ولا مجرد رشحتك لأن أنت لا لا، هي كانت بتلعبها الوحيدة اللي في العالم. اللقاء فرط مننا حضرتك، اللقاء فرط مننا. اتفضلي. كريم خلتني ادمع والله. هي الوحيده اللي كانت بتلعب العاب كوره يعني. اوكي. بس كانت بتلعبها، فانا بقى يعني بدات اخدها منها، كنت بشوفها وكده. بس هي كانت خلاص ان هي بتنهي يعني بتسيب اللعبه الاعتزال، فبدات كنت بروح وانا صغيره. بس دايما يبقى في قدوه بجد. اه فهي يعني في ابطال كتير بيقول لي بقى في حد في البيت هو كان قدوه ليهم، فدي حاجه كويسه. بس هي كانت ايه، كانت العاب قوه برضو؟ كانت العاب قوه برضو، كانت بتلعب 400 متر و800. حلو جدا، حلو جدا. وانا برضو طلعت زيها، بقيت بلعب 400 و800. وبرضو لقيتي نفسك اكتر في ال 400. اه، مع اني انا كنت بلعب من وانا صغيره، لعبت الكيلو ولعبت ال 300، ودايما كنت بلعب الضحيه الماراثون. بس صعبه قوي. قوي. صح؟ ازاي يعني كنت انت جسمك برضه؟ لا متعبه. اه جدا. مرن لها تمرينات قوي عشان صعبة. كده قررت لما كبرت خلاص مش هتعب تاني. ومتدرجه قوي كمان للبنوتات الصغيرين لما بيجوا يختاروا ان هم يلعبوا رياضه ما، مش دايما بتلاقيهاش من اوائل الاختيارات العاب القوى، بيروحوا دايما لالعاب تانية. بس ده ما حصلش معاكم؟ لا خالص، حبيتها من يعني اول لما رحت حبيت اللعبه. يعني انا اخواتي جربوا ما حبوش، ما حدش حب اللعبه خالص. يا ما تحبش فعلا. مش عارفه دي انا اللي حبيتها. انتوا مش طايقين اللعبه ومحققين فيها ارقام يعني. امال لو حبيتوها. لا والمشكله كمان ان احنا ما بنقدرش نسيبها يعني. اه لو قعدنا نقول خلاص كفايه بقى، احنا بقالنا كتير بنلعب نقعد، لا يرجع الحماس، نرجع تاني حماسنا. مش مجرد لاعبات، انت بتتكلم على بطلات، انتوا محققين يعني انجازات وبطولات بتتوجوا بالجمهوريه يعني ببطوله. لا حاجه مش سهله.